اروح للاستاذ جمال بكره مباريات مهمه جدا وصعبه جدا طبعا. يعني الجزائر بيلعب بوركينا اللي هيكسب يصعد حاسمه بس الجزائر تكسب او تتعادل يا كابتن تكسب او تتعادل بس هي كلها مباريات حاسمه بس خلي بالك انها في المغرب كمان فدي برضو ايه نعم في المغرب يعني الضغوط برضو على بوركينا هتبقى اقل طبعا وايضا والمباراه الثانيه برضو مباراه كاميرون وكوت ديفوار برضو نفس الكلام مباراه تونس وزامبيا مباراه صعبه جدا ومحدش عارف كذا مجموعه هتتحدد بكره يعني يعني فبالتالي ممكن لا يزال الامل قائم بالنسبه لمنتخب مصر ان هو يصعد الى التصنيف الاول لو احدى منتخبات التصنيف الاول خرجت من التصفيات مبكرا وبالتالي يستطيع منتخبنا اعتقد ده هيبقى افضل كتير زي ما الاستاذ محمود قال طبعا وهو اولا يعني الحمد لله طبعا ان احنا تاهلنا بشكل يعني مش سيء لكن برضو في ملاحظات كتيرة قوي على الأداء في المباراة الأخيرة أمام أنجولا منتخب مصر ما كانش موجود لغاية تقريبا الدقيقة 40 من الشوط الأول مظبوط ما كانش موجود تماما في الملعب وده يعني برضو بيحمل علامات استفهام كتيرة إنما في النهاية هاخد من كلام كارلوس كيروش اللي هو قال ما تحاسبونيش على احنا بدأنا ازاي حاسبوني احنا انهينا المباراة ازاي وانهينا التصفيات ازاي فبناء عليه شيء جيد انك توصل للمرحلة الاخيرة اللي هي الحاسمة ان شاء الله لكن في كلام كتير عن التشكيل وعن لعيبة منتخب مصر اللي هو بيبقى بيضمهم للتشكيل او للقائمة وبعدين نفاجئ جميعا بشكل غريب ان هم مش موجودين ايوه يعني مثلا ناس كتير توقعت بعد خروج عبد الله السعيد واصابته يعني في الاول ما كناش عارفين انها اصابه يعني في البدايه كان اداء عبد الله بعيد عن المستوى بتاعه صح لكن بعد كده عرفنا انها كانت اصابه فبرضه هو ما فكرش حتى ان هو يشرك محمد مجدي قفشه وهي علامه استفهام لكن بس احنا كمان بكره هيشركوا انت تقصد في الماتش هناك يعني هو كان في خلاف معاه ان هو ما ضمش اصلا محمد مجدي قفشه ومحمد شريف ومصطفى فتحي نعم يعني عشان ما نبقاش بنتكلم بس عن النادي الاهلي يعني او لعيبه النادي الاهلي كان ممكن جدا في الشوط الثاني يدفع بمحمد مجدي قفشه ومصطفى فتحي ما عملش كده فهو واضح كابتن علاء نبيل كان معايا من شويه بيقول نفس الكلام ان هو عنده تفكير كده بس في الاخر واضح لا وواضح كمان ان هو يعني مدرب هنتعود معاه على مفاجآت كتير على طول يعني والله يعني ده واضح ده ناقد نفسه في حاجه في المؤتمر لكن استبعدت شريف وافشل الاجهاد هو في الحال قال لك لا قرار فني تقصد في المره الاولى يعني المره الاولى قال كده حاجه غريبه جدا الناس كلها وقفت قدامها هو ده كروش بتاع اول امبارح ولا كروش بتاع النهارده يعني انت قلت لما الناس فني قالت الجهاد انت قلت قرار فني جاي دلوقتي تقول لا هو الجهاد بس عامه حابب يبرد الاثنين الثانيين برضه هو زيزو وطارق حامد يعني بالظبط يعني هو عنده علامات استفهام كتير بس في النهايه هنقدر نقول ايه الاختبار الحقيقي لكيروش مش في المباريات دي خالص يعني لو كان كمل خلاص يوم في مارس معلش لو كنا لو الناس صبرت على حسام البدري كابتن حسام البدري كنا وصلنا كان هيوصل ما كانش اعتقد في مشكله كبيره واعتقد احنا او مش احنا يعني الناس بلغت في مستوى المنتخب الليبي الشقيق يعني لانه ظروف لا ظروف المنافسه في المجموعه خلت منتخب ليبيا يبقى متفوق حضرتك لو تتذكر المنتخب الليبي كره محمد الشناوي اللي اتشوطت في الشوط الاولاني في 38 و37 هنا في مصر الكره دي غيرت مجرى المباراه دي والمباراه الثانيه بالظبط وجهه نظري يعني يعني لو الكره دي كانت دخلت الجون كانوا هيقفوا 11 لاعب ورا وانت وحظك قدرت تجيب عرفت بالزبط. ما عرفتش ما بدليل كمان ان هم يعني تقدر تشوف تقيس مستوى المنتخب الليبي الحقيقي بقراءه للمباراتين بتوعك معاهم نعم لما كانوا بيلعبوا هنا مركزين على الدفاع صح فكان سهل عليهم ان هم يقفلوا يحشدوا كل قوتهم صح. بحيث ان هم يطلعوا بافضل نتيجه مظبوط هناك ما كانش قدامهم حل غير ان هم يهاجم يفتحوا وبالتالي يتغلب فبالتالي يعني الفريق اتكشف شويه الاداء بتاعه المهم انه الاختبار الحقيقي
هو في مرحلة الحسم، لأنك هتبقى فعلا بتلاعب منتخب من المنتخبات الكبرى في القارة. وأنا هنا اللي بقصده مش منتخبات الصف الأول فقط، دول ودول، لا أنا بتكلم حتى الخمسة اللي هم هيحتلوا المركز الثاني، سواء أنت هتلعب مع الخمسة الكبار أو هتبقى من الخمسة الكبار وتلعب مع الخمسة اللي بعديهم، مش سهلين. لا مش سهلين، يعني عايز تروح كاس عالم، لا وهي باينه تلعب مع اي حد يا جماعه. بالظبط، وبعدين هي باينه كابتن اسلام في ايه؟ ان انت مجموعتك احاديه زي ما اذا جاز التعبير، فيها منتخب مصر هو المرشح الاول والثاني، ما تقدرش تقول ان في منافسه قويه يعني. المجموعات الاخرى زي ما احنا شايفين حتى الان هي معلقه، رغم قوه الفرق اللي بتلعب في التصنيف الاول يعني. مظبوط.